لو بدي احكيها باللغة بالكلمات المكتوبة هاي ما بتزبط بالمرة. يا اصلا بالعامية انا مش عارف كيف بدي اجيبها بالفصحى. انا اود ان اعطيك ورقة واريد منك ان تترجم ما في داخلها، اتفقنا؟ الى اللغة العربية الفصحى، تفضل. ومن ثم قاعد بمشي في الشارع. انا لا اعرف ماذا اقول ولكن سوف احاول. انا الان امشي اخذ. هل يمكن ان نقول انا اجلس وانا امشي في الشارع مثلا؟ لا، انا اجلس قاعد بمشي في الشارع. انا لا استطيع. هيا ترجمها، الامر سهل جدا. أسير في الشارع. الأمر سهل، كيف وجدت الفصحى للوهلة الأولى؟ صعبة قليلة، تحتاج إلى بعض التفكير لكي تتحدث باللغة العربية، مختلفة تماما عندما تريد أن تتحدث بالعامية. تريد عندما أتحدث بالعامية تلقائيا بدون تفكير، ولكن عندما أريد أن أتحدث باللغة العربية أريد بعض الوقت لكي أفكر وكي أستحضر بعض الكلمات. أود أن أتحدث معك باللغة العربية الفصحى لمدة دقيقة واحدة، ستستطيعين؟ أستطيع. هيا، كيف كان يومك؟ جميل جدا. ماذا فعلت فيه؟ قدمت امتحان ريدينج قراءة للدكتور شوقان نام، وكان الامتحان ما بين الصعب وسهل جدا. هل درست له جيدا؟ طبعا درست جيد جدا، ويعني صعبنا شوي من الامتحان. عندما تغادرين إلى البيت ورأيت أن أمك لم تعد طعام الغداء بعد، كيف ستعبرين عن غضبك أو عن جوعك؟ أنا بالعادة لا أغضب، أقوم بتحضير الطعام لنفسي، فأحيانا تكون ماما يعني أمي فأحيانا تكون أمي مثلا يعني هيك مريضة، فأنا أقوم بإعداد الطعام. تجيدين الطبخ؟ نعم. حسنا، أريد أن تصفي لي كيف توضع الطماطم داخل المقلاة وتضعينها على الغاز، كيف يمكن أن تحضريه أن تحضريها؟ اشرحي لي الخطوات بالفصحى بشكل سريع. أولا أنا أقوم بإحضار الطماطم وغسلها ثم تقشيرها ثم تقشيرها وتقطيعها وضعها في المقلاة، ومن ثم وضع الملح والفلفل الأسود والفلفل الأخضر والبصل والثوم. هل كان التحدث باللغة العربية الفصحى بالنسبة لك صعبا؟ هو في البداية يعني عادي، انه مش صعب، انه احنا يعني بالبلد هاي بنتكلم كلام عامي يعني.